انتي مخولتيني خالص. تلعب كوتشينة؟ نلعب ورناش حاجة. تلعب 31 ولا شلح؟ ايه؟ تلعب 31 ولا شلح؟ لا شلح. طب يلا. ايه؟ هو انت ما تقوليش لا ابدا. لا لا. هو في ايه؟ احنا هنا في الصالة. انا بهزر معاك، هنلعب الثلاث ورقات. طلع البيت يا اسم. البيت ديت؟ لا استنى علق الأول. علق ايه يا حسرة؟ ده ما معيش تعريفة. ليه والساعة اللي في ايديك دي؟ لا! ايه؟ الا الساعة. ليه؟ ده انا معلم بيها ايدي الشمال. لا بتلخبط بينهم يا مريم. ايه ده ايه ده؟ لا معلش معلش. يلا نلعب بقى. نلعب حاجة محترمة. ما انتي محترمة. يعني تاخدي حاجات وتقولي لي محترمة تعالي بس. ايه؟ اقول لك. ايه؟ تيجي نلعب فوازير؟ ماشي. طب تعالي. هقول لك فزورة. قولي لي. ها. اسم دولة أوروبية. اه. لو حطيتي على آخرها نقطة تبقى اسم عالم ذرة. لا غلب حماري يا بنت. فكري كويس، اسم دولة أوروبية لو حطيت عليها نقطة تبقى اسم عالم ذرة. غلب حماري. قطر لو حطيت عليها نقطة هتبقى قطز. قطز قطز. هو قطز اسم عالم ذرة؟ يعني هي قطر دولة أوروبية. ماشي حلوة يا اسم. تعالى ما أقولك فزورة بقى. نلعب بقى شوية. أنا فزورة. يلا بينا نلعب. يلا هوب. لا لا لا. يلا بينا نلعب. يلا هوب. شفتي اهبل مني؟ لا طبعا ما شفتش. لعلمك يا مريم انا عمري ما جبت سيرة لحد اني اهبل. ليه يا اسم؟ تواضع. تواضع ايه يا ابني؟ صدقيني ولا باين هبلي قدام حد، اتعامل على اني انسان عادي جدا، قمه التواضع. طب انا مش عايزه العب اللعبه دي تاني. ليه؟ ليه ازاي مش عايزه العبها؟ ممكن اقول لك فزوره؟ لا تحت امرك. عادي وديع. طيب بص، عندنا حمار وارنب ومعزه محبوسين في اوضه، يخرجوا منها ازاي؟ ده سؤال صعب. حمار وارنب ومعزه محبوسين في اوضه؟ مريم. ها. الاوضه ديت ليها باب؟ ليها باب. يبقى سؤال صعب. طب الباب ده مفتوح؟ مفتوح. ده صعب جدا كده. طب انا رايي يخرجوا من الباب عادي. ما هو ده بالظبط كان رأي الحمار. حلوة قوي. أنا بيتك؟ خمتيني. بجد؟ يلا نلعب بقى شوية. نلعب إيه؟ يلا بينا نلعب. يلا هوب. يلا بينا نلعب. يلا هوب. يلا بينا نلعب. يلا هوب. التخلف ده. طب والله يا مريم ما جبت سيرة لحد ان عبيط. ايوه مفهوم يا اسم، تواضع منك. لا بخاف من الحسد. حسد ايه؟ ده لو حد عرف ان عبيط امسك الخشب على طول. تعال. لا انا مش عايز العب. ليه؟ ليه ازاي مش عايز العب؟ ليه ايه اللي ضرب؟ بقول لك ايه، كرسي في وشك. تعالي بس. مش عايز العب. يا بنت تعالي نلعب شوية. لا. طب مش عايزة العب؟ عايزة ايه طيب؟ مش عارفة، انا مش عايزة، انا عايزة امشي. يخص عليك يا مريم، يخص عليك. عليكي. لا لا يخص عليكي. لا يخص عليكي ازاي؟ لا يخص 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 عليكي فعلا. لا ما بحبش كده. تمشي ازاي؟ معلش. طب نلعب فوازير، بلاش لعب. طيب قول. تعالي. طيب قول. تعالي. طيب ايه مريم؟ ايه؟ لا فكي نفسك. ما انا فك. ايه مريم؟ ايه عصبيه انت خالص؟ لا خليكي يعني عادي. حاضر. لا فكي فكي يلا. خليكي سري لك يعني، ما تبقيش إيه؟ افتكرت، اديك شفت الهبل وشفت العبط، اوريك التخلف. لا لا خطار. لا التخلف كويس. لا 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 والله. لا هتندمي. لا دي فرصة. لا راسك هتبقى تحت ورجليك فوق. والله هتندمي. استغل فرصة ان انا منفعل. في ايه يا مريم؟ مالك؟ قرف. انا قرف؟ ده انت كلك قرف. ازاي
جه منين القرف؟ منين؟ طب تعالى خلصنا اجل التخلف يا ستي. بلاش تخلف، انا مش عايز ازعلك والله. طيب تعالى اقول لك فزوره. طيب طب اقعدي. حاضر، سيب ايدي. طب اقعدي. ما انا هقعد. طب اقعدي. هقعدش ازاي وانت ماسك ايدي؟ سيبني. لا ما سيبكيش. ليه؟ شكلك هيفلت. لا مش هفلت. لا ما بحبش اللي يفلت مني. بقولك ايه؟ اقعدي. انت جاي بيدينا يصورني بس معايا؟ سيبني يا مريم. اقعدي يا ابني. هقصفني بقى، ابوس ايدك. طب اسيبك وما تفلتيش. مش هفلت. وعد. وعد. طيب ايه؟ هو انا فرخه بتحلق عليا كده ليه؟ ما تحلقش عليا خلاص. اقعدي اهو اهو. بيتك 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 بيتك. اقول لك فزوره بقى؟ اتفضل. بقول لك ايه؟ لو عندك شويه نمل في الشقه تموتيهم ازاي؟ ارش. يخرب بيتك ده انت مقرفه قوي. مره من نفسنا، ده انت حرينا. ما بيموتش بالرش. اتفضل. اقول لك انا. ها. تجيبي شويه سكر وشويه نشوق وعشر بلاطات رخام. اه النمل هيجي عند السكر عشان ياكله، هيشم النشوء، هيعطس، هيخبط راسه في الرخام، هيموت على طول. حلوه حلوه. اه بس انا مش عايزه العب معاك تاني. ليه؟ ليه ايه؟ ابعد. تعالي هنا ما تفلتيش يا هبل. يا اولاد عمي، يا اولاد عمي، يا رمم، فينكم يا شحاتين؟ محدش بيرد عليا ليه؟ الو 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 الو. ايوه مين معايا؟ الو. ايوه الو. ايوه الو. الو 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 الو. يوه يبقى الشبكه وقعت تاني. مين معايا يا هند؟ سامعاني كده؟ مين مين؟ انا الوكيل يا هند. اهلا، ازيك يا وكيل؟ انت ايه حكايتك يا هند؟ كل ما اطلبك تقولي لي بره الخدمه بره الخدمه. انت طلعتي على المعاش؟ وحشتني وحشني. خفة دمك، انت فين؟ قولي لي، في حد من الديانه سال عليا؟ لا ما حد سال عليك. ولا واقفين لي تحت البيت؟ انا جاي من بره، ما فيش حد. ما انت مدهوله وممكن تسوحيني، انا هتصرف واجي. طب يلا تعالى بسرعه، عايزاك. يا ولاد عمي، يا رمم، يا شحاتين، بليز تعالوا. انتوا فين؟ اهبل وسهلا. اهبل وعظيم. الاثنين. ميرسي يا هند، ميرسي. فين مريم هانم؟ ازيك يا هند؟ ازيك يا حبيبتي خالد بيه؟ مساء الخير مدام كرات الدم الحمراء. اهلا وسهلا. تعالى اما احكي لكم. امورينا. مش انا انتهزت فرصه ان النهارده الحد؟ أي. قلت اروح سوق الخميس. أه. اللي بيفتح يوم الجمعه. يمهل ولا يهمل. اللي بيبيع الخرده، انا بموت في شراء الخرده، انا ناوي ادخل موسوعه جانس. هي كل شويه تقول لك عايزه تدخل الموسوعه، لو دخلتها تضيق. هتدخلها في التخلف العقلي ان شاء الله. ترى يا ولاد عمي يا شحاتين، اتفرجوا واحكموا. وريني. يا فتحي يا عيد، تعالى افرجهم وغيظهم العيال دول. وريهم يا ابني. الجدع يقول لي ده ايه؟ ايه ده؟ اول كرسي اعدام في التاريخ. نهار اسود، وبيشتغل ده هند؟ اه جربته قبل ما اجي، عدمت صاحب المحل. ايه ده؟ هند هند. ايه؟ ممكن اقعد ست السيد عليه مره؟ من عينيا، ده انت تؤمر. كتر خيرك يا هند، جايبه الخرده دي 50,000 جنيه بس. يخرب بيتك. فلوسي وانا حره فيها. احنا معناش جنيه واحد، احنا ولاد عم. انا خدت منكم حاجه، اتفرجوا على التحفه الثانيه. هتقولوا ايه؟ تعالى يا فتحي اتحرك وغزهم. الله اكبر الله اكبر، دفعت فيها كل فلوسي. ايه دي؟ الجدع يقول لي دي ايه؟ دي ترومبه بنزين. غلط. قول يا خالد. مكعب مرق الدجاج ماجي بس كبير شويه. ممكن يا ريتني ما سالتك، اسال الناصح بتاع البيت. قول يا قاسم، دي ايه؟ انا اه دي ايه؟ عرفتها؟ دي ميدالية. يا ريتني ما سألتك، دي ميدالية؟ أمال دي إيه؟ دي كاميرا. محدش هيصدقك. أمال مصدق إنها ميدالية؟ طبعًا. دي أول كاميرا في التاريخ. يا سلام. بتطلع الصور أبيض وأسود. يا نهار أسود. صورنا صورنا. دي كام دي؟ صورنا، قلت لك بنص مليون جنيه. بنص مليون جنيه. دفعت فيها كل فلوس. أنا جبت لك خردة أحسن. بجد؟ والله خردة هتعجبك أوي. كنت معايا هايلة هايلة بجد. بفهم في المقتنيات يا ابني. طيب. اتفضل. يا ترى قولي دي ايه؟ دي ولاعة. ذكية ذكية. يا سلام. والولاعة بتعمل ايه؟ بتولع. برافو عليكي، اهي دي بقى ما بتولعش اهي. شفت القيمة الغذائية؟ ايه ده؟ قالي اللي ما بتولعش دي. ورخيصة هند. بكام؟ بنص مليون. ما سمعتش. طب بنص جنيه. بتقلصوا على المقتنيات؟ المقتنيات دي كنوز لا تقدر بمال. بكره لما ادخل موسوعه جانس خد الثانويه بقى وتعالي كلميني. وابقى اول خرده جايه وشك في الحيط وقفاكي ليا. جرايه يا ولاد عمي يا شحاتين، متغاظين عشان انا معايا فلوس. جت كل نيل على ولاد العم.
تاني. ايه دول؟ بص وراك. ابص ورايا ليه؟ بص بس عشان تزوغ يا جبان. جد بص 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 كده. اللهم احفظنا اللهم احفظنا من كل سوء. تالت مين دول؟ دول الموت علينا حق يا خلاص. خالد بص كويس. شفتهم؟ ايه؟ سبع مسلحين. سبعة ازاي تبص في نظرك؟ ثلاثة فرط وأربعة في بنطلون واحد ورا. خالد دول مسلحين. دول عايزين وحش. استنى ما تتهورش. بيتنا مش مشاعر. أنت معكش سلاح. سيبني. اسمعني. سيبني. اسمعي دول مقتحمين البيت. بيتنا مش جنينة. أيوة. بيتنا مش كازينو. افهمني. سيبني. خالد. سيبني يا جمال. بلاش يا خالد. سبتني؟ اه. يا واطي. والله هو خلاص اتورطنا اوعى. يا ابني بلاش. كنت فاكرك انا هون عليا لما اربع شباب زي الورد يروحوا في بنيه. في بنيه؟ سياو اللي اتأدب هدمرك. ها؟ سؤال وتجيب من احسن احسن. سؤال وتجيب من الاخر. مين النادي اللي واقف هناك ده؟ انت اللي مين؟ استر يا رب. يا نهار اسود. انت اللي مين؟ خالد. خالد خدمت خالد يا جماعه. حضراتكم لمين؟ ايوه انتوا مين؟ دول ديانا يا فندم. وديانا جايين عندنا يضربونا ليه؟ وهو الوكيل ابن عمكم بديلهم. احنا مالنا ومال الوكيل؟ الوكيل مش موجود. اطلعوا برا. يلا بقى. طيب يا هند. وكانوا عايزين يوقعوني في الكلام ويعرفوا الوكيل هيجي امتى. عملت ايه يا ولد؟ ما رضيتش اقول لهم غير لما خدت 20 جنيه. انت مفصول مرتين. ومصممين يقابل الوكيل ويا الدبح يا القتل. الوكيل هيتقتل وارتاح منه اخيرا. ده ما عندكش دم. لا ده بدل ما تساعده وتسدد ديونه هيتحرق. ده ديونه كتير قوي. انا شخصيا غلبانه ومعيش فلوس. اه مين سمعك؟ لا مش مين سمعك. ادي الوكيل فلوس. يعني هو انا معايا فلوس؟ ده انت على قد كده. بقول لك ايه؟ تريرين تريرين. موبايلي فين؟ ايه ده؟ تريرين تريرين. ايه ده؟ موبايلي موبايلي. تريرين تريرين. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ نعم. هو الجرس بقى في بوقك؟ تريرين. خدمه جديده دي مثلا؟ والفاتورة تجيلها فين؟ في ودنها. استنوا. الو الو. ايوه انا هين. ايه خسرت كل فلوسي يا حبيبتي؟ صورت فين؟ بقول لك ايه؟ الوكيل اقتصاده بايظ. انت الوحيد يا اصحابي البيت. معاك فلوس يا اصحابي البيت. يا اصحابي البيت. اي 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 اي. مين الوليه اللي بتحزق دي؟ ده ازماجد صاحبتك. شوفوها بسرعه اتحركوا. يلا. الله دي واحدة ست حلوة قوي. خليها تتفضل. عايزة ايه يا ست؟ ممكن يا حلو يا اسمر يا ابو باروكة سيراميك انت ممكن ادخل الحمام عندكو لحظة؟ طبعا ممكن. تعالى ايه عشان ما نستأذن اصحاب الاصل. بقولك الحمام وانا في الشارع ظروفي وحشة.